رفض الإطار الوطني الحسيني عموتة مدرب فريق الوداد الرياضي أن يتلقى الأسئلة باللغة الفرنسية خلال الندوة الصحفية التي كانت بعد مباراة فريقه أمام اتحاد تنجة. وقد رفض عموتة تلقي إحدى الأسئلة باللغة الفرنسية قائلاً علاش بالفرنسية، العربية هي الأولى اللغة الأمة. واش نحن فرنساويين صاحبي؟ اللغة العربية لغة القرآن هي الأولى، عادة ندوزو للفرنسية والإنجليزية والإيطالية، حشومة الفرنسية تكون هي الأولى. للإشارة ففريق الوداد الرياضي مني عشية الاثنين بالهزيمة الثانية في بطولة هذا الموسم أمام فريق اتحاد تنجة بهدف دون رد من توقيع المهاجم المهدي النغمي.